واجبنا الوطني يقتضي واجبنا الوطني نحمي وطننا وقائدنا نحمي وطننا ونسعد كل ما اوتينا من قوة لتثبيت اركان السلام حتى يتمكن ابناء اليمن من الانجاز وانجاز الامل القادم والتطور النهضة والتطور عاشت اليمن حرة عربية والنصر ولا نامت ولا نامت اعين. هذا هو صقر الوطن دي في القلوب حبه قرس، قالوا لي ايش نحب هالحساد واهل الخصخصه، ما يعرفوا انه نظرنا من خلاله ينعكس وهو النفس والنخس دي يصعد ودين تنفسه. يا جيشنا جيش الحرس خليك صامت محترس، خليك شامخ للسماء واترك دعات الوسوسه، خليك رافع دائما فوق الرواسي مرتئس. يا جيش متحصن قوي فيك الرؤوس اليابسة، فيك الرجال الموحشة هذي في المعارك تفترس، فيك الرجال الصادقة هذي للفدا متحمسة، لك مجد شامخ مرتصد في كل تاريخ سلس، لك عز في شعب اليمن كامل لأنك تحرسه. يا موطني لك حب دافك في خفوقي مقترس، مدت جذوره في دمايا واصبحت متأسسة، ما دامني جندي حرس بقى فدائي محتمس. واكون لك يا موطني درعا محصن تلبسه، اهدا عليا قد قطعته يومنا طفل حمس، وكان حلمي في الحرس من يوم دخلت المدرسه. اهدا عليا قد قطعته يومنا طفل حمس، وكان حلمي في الحرس من يوم دخلت المدرسه، لان الحرس هيبه عظيمه من اساطير الاسس، ومقصده نحو الوطن والقايه المترأسه، يقولها ابن الجرف شاعر في الحرس جندي شرس. بظل رافع دائما رأسي يمينا منكسه، لاني مؤسس في الحرس والعز تاجي ملتبس، وليش باوطيه وتاج العز راسي لابسه. يقولها ابن الجرف شاعر في الحرس جندي شرس. بظل رافع دائما رأسي يمينا منكسه، لاني مؤسس في الحرس والعز تاجي ملتبس، وليش باوطيه وتاج العز راسي لابسه. من يوم عاشرت الحرس واصبحت منهم ذي احس، اني كسف بن ذي يزن فارس بزتني عاقصه، انسير ضع من جنيه واصبح بالاشباح ملتمس، وعاشر اخوان الرضاعه واخوتي من امس. من يوم عاشرت الحرس واصبحت منهم ذي احس، اني كسف بن ذي يزن فارس بزتني عاقصه، انسير ضع من جنيه واصبح بالاشباح ملتمس، وعاشر اخوان الرضاعه واخوتي من امس. وان عند الاشباح البواسل كل صقر مفترس، لا قد هجم نحو الفريسه يلتقطها ابلسه. ماذا عن الصقر الذي له كل مارد ينتكس؟ ماذا عن الصقر الذي كل الصقور تكدسه؟ احمد علي صقر الصقور القايد اللي به نحس ان الكرامه موهجه فينا، وعزه نلمسه ذي لا تكلم كل متكلم وصوته يفترس. اسطوره الهيبه بقي في كل عصر جانسه، ذي عد جيشا للوطن مبني على كل الاسس، نحو العلا جيش الحرس احمد علي قد اسسه. ذي قال كلمة صدعت في كل فكر وكل حس، للأن عقول الناس منها جالسة في وسوسة، أقسم بأنه سوف يجعل كل أم قبل العرس تحلم بابن ينتمي جيش الحرس وتأسسه. واليوم وصلنا كلمته، واليوم وصلنا كلمته، ذي ما وصلها يقتمس في البحر يبعد من تفاكيره وجود الهلوسة، أنشأ المستشفى ولا في روسيا والأندلس، لعائلة أفراد الحرس مخصوص ذي تتمارسه، والآن صار الأم والأب والعيال والكونغرس مستأمنين، والأم تفخر بابنها في المأنسة. هذا هو صقر الوطن ذي في القلوب حبه قرس، قالوا لي ايش نحبها الحساد واهل الخسخسة، ما يعرفوا انه نظرنا من خلاله ينعكس وهو النفس والنخس ذي يصعد وذي نتنفسه. هذا هو صقر الوطن ذي في القلوب حبه قرس، قالوا لي ايش نحبها الحساد واهل الخسخسة، ما يعرفوا انه نظرنا من خلاله ينعكس وهو النفس والنخس ذي يصعد وذي نتنفسه. اهل الحسد والحقد والامراض كم من موت عس، يشتو وطن ما ينهدم ويهدم وذي يحرسه. يا طير يا خفاش يا ساكن في الليل الدمس، يا طير يا خفاش يا ساكن في الليل الدمس، تاريخك اسود قد عفنته في الظلام الدامسه، حسدت ان الصقر له تاريخ ضوه مشتمس، وقبرت في شمس بيضاء في المياه واليابسة، لأنه برز في نور وانتو في ظلام ما عمس، خفتوه لا يمحي أثركم بالنهار المشمسة. الصقر ذي يشتي ظلام الليل عنا يمتحس، من أجل يظهركم تذوبوا كالثلوج القارسة، ما للحقود ما للحقود إلا يورم لين جلده يختلس، وما للحسود إلا جهنم نار حمراء تلهسه، باسم الحرس ضباط وأفراد
قلتها وانا حمس. سلام يا صقر الحرس منا تحية حامسة. يا فندم احمد كلنا في تحت امرك ننحبس، اسمح لنا واطلق بامرك اي حاقد نرفسه، وانا اعتبرني حين تطلب سهم في قوسك شرس، واطرح علي لقم زره في يدك حين تهمسه، واطلق ولا همك رجوعي لا تهم الا افترس، من يعتدي ارض اليمن ولا يمسه مسمسه، واطلق ولا همك رجوعي لا تهم الا افترس.